أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني لحضور المباراة النهائية على كأس جلالته لكرة القدم التي أقيمت مساء أمس والتي جمعت فريق نادي الخالدية وفريق نادي الرفاع الشرقي، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من المدعوين وجمهور من مشجعي الفريقين. ولدى وصول الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني إلى المنصة الرئيسية باستاد البحرين الوطني عزف السلام الملكي. وفي ختام المباراة توج الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني فريق نادي الخالدية بكأس جلالة الملك لكرة القدم بعد فوزه على نادي الرفاع الشرقي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حيث نقل سموه لهم تحياتي وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تحقيقهم هذا الإنجاز، معربا سموه عن اعتزازه الكبير بحضور هذه المباراة النهائية نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مثمنا سموه الدعم الذي يحظى به قطاع الرياضة من لدن جلالته حفظه الله ورعاه، والذي أسهم في تحقيق النتائج المشرفة والتي عززت من المكانة المرموقة لمملكة البحرين على خارطة الرياضة القارية والدولية. وقد هنأ سموه فريق الخالدية بمناسبة فوزه بلقب مسابقة كأس جلالة الملك المفدى لهذا الموسم، مؤكدا سموه أن هذا الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم الفريق مستويات مميزة طيلة منافسات هذه المسابقة والتي منحته معانقة الكأس الغالية، معربا سموه عن خالص تهانيه إلى مجلس إدارة النادي على هذا الإنجاز، مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي لتهيئة الأجواء للفريق لبلوغ المباراة النهائية وتحقيق اللقب، مشيدا سموه كذلك بالمستويات الطيبة التي قدمها فريق نادي الرفاع الشرقي طيلة مباريات المسابقة، متمنيا له التوفيق في مشاركاته المقبلة. كما أشاد سموه بحسن التنظيم والإعداد لإقامة المباراة النهائية على كأس جلالة الملك المفدى.